أربع أشقاء من القصيم أسسوا أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية وملكوا أهم المصارف فيها. قلت بشتغل؟ قال لي أبداً ما عندي لك شغل، راح أشتغل عند الناس. بدر بن محمد الراجحي. وقفت وغيرت كل تركيبة حياتي. يروى قصة أعمامه وقصة نجاحاته هو شخصياً كجيل ثاني. تسمع صوتهم وانت برا من شدة النقاش، سمع كلام أخوه الصغير وبنفس الوقت يعني ما طمع في موضوع المال. حوار مفيد اليوم الرابعة بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.